السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بهالفيديو اللي اليوم راح نذكر فيه بعض التطبيقات اللي لازم انك تجربها. جميع التطبيقات موجودة داخل مدونتي، ورابط التدوين موجود أسفل الفيديو بالوصف أو بأول تعليق أو من البطاقة اللي ظهرت على يمين أو شمال الشاشة. راح يتم ترتيب التطبيقات بالترتيب اللي ظهروا فيه بالفيديو داخل مدونتي. اهلا وسهلا فيكم اصدقائي بهالفيديو. معانا اول تطبيق لتعديل الصور، تطبيق رائع جدا بصراحة. طبعا باستخدام هالتطبيق بامكانك انك تعدل على صورك بشكل رهيب جدا، من الكيرف الخاص بالالوان الى التضبيب الى البلر الى البرش الى كثير شغلات، تعديل الوان، تعديل اضاءة، تعديل سطوع، تركيب فلاتر. فعلا التطبيق لا يستغنى عنه بالنسبة للاخوان اللي بيحبوا التصوير او الصور. يعني بعد ما تاخذ صورة لشغلة معينة زي ما انتم شايفين، مثلا صورة البيتزا، صورة عادية مصورة بصورة التليفون، ولكن بعد ما تطبق عليها شوية فلاتر وتعدل شوية على الصورة باستخدام التطبيق، جدا تطبيق جبار، الصورة بتطلع بتشهي بتفتح النفس. فالتطبيق رائع جدا بصراحة وانا بستخدمه من زمان وبتمنى انه يعجبكم وتحملوه. والتطبيق اللي بعده برضه لتعديل الصور هو عبارة عن تطبيق فيه فلتر واحد او شغلة واحدة اللي هي سبلاش، انه يكون فيه طرطيش على الصورة. بامكانك تعمل صورك يعني بشكل حلو زي ما انتم شايفين، بامكانك انك تركب عليها اي سبلاش من الموجودين، بامكانك تكبر وتصغر الصورة وتحركها زي ما بدك وتركب عليها افكتس، تفتح الصورة تغمقها، تحط الفلتر اللي بدك اياه، تركب عليها ستيكرز، تكتب عليها اللي بدك اياه. وبعد ما تخلص تعمل سيف للصورة. والتطبيق اللي بعده تطبيق رهيب جدا، من خلاله بامكانك انك تعرف اسماء وصور الاشخاص اللي بتصلوا عليك اللي ما عندك ارقامهم. يعني اذا انا رنيت عليك وما عندك رقمي ظهر لك رقمي، راح يظهر لك اسمي وصورتي، راح يجيب اسمي وصورتي من الفيسبوك. طبعا زي ما انت ملاحظ لما تدخل على سجل المكالمات مغير صور كل الاسماء اللي موجوده في تليفوني، كل رقم ماخذ صورته من الفيسبوك وحاط له اياها. وطبعا اكيد بامكانك تتحكم باعدادات التطبيق، من لونه، من حجم الخط، من شكل التطبيق، ومن البلاك ليست كمان بامكانك تعمل بلوك او تحظر المتصلين. وبامكانك تدخل على مربع البحث اللي باعلى التطبيق وتكتب رقم الشخص اللي انت حاب تعرف مين هو. وعلى فرض ابحث عن حالي انا، زي ما احنا ملاحظين طلع لي صورتي الشخصيه اللي موجوده على الفيسبوك. والتطبيق اللي بعده جميل جدا للاشخاص اللي بحبوا يحملوا تليفونهم وهم نايمين على التخت وبنزعجوا من دوران الهاتف. يعني بامكانك انك تخلي التليفون ما يدور الا لما تكبس على كبسه صغيره بتظهر لك على طرف الشاشه. فالتطبيق كثير مفيد جدا لما تكون تتفرج على فيلم او بتقرا شغله وانت نايم، كل ما تتحرك يمين شمال الشاشه لحالها بتعكس. فانا شخص بعاني من هالموضوع والتطبيق كثير افادني. التطبيق اللي بعده من افضل التطبيقات لتسجيل المكالمات الصوتيه. طبعا التطبيق يقوم بتسجيل المكالمات اوتوماتيكيا اول ما ترن على اي رقم. خلينا نجرب نرن على رقم، وزي ما احنا ملاحظين اول ما فتحنا المكالمة في اشارة حمراء ظهرت، يعني انه بتسجل المكالمة، وطبعا بدون توت ولا اي اشي، والطرف الثاني ما بحس انك بتسجل في المكالمة. طبعا التطبيق رهيب جدا، والتطبيق بيقوم بتسجيل المكالمات بنسخته المجانية هاي بشكل عادي. طبعا بامكانك من خلال اعدادات التطبيق انك تختار كم تسجيل ويبلش يحذفهم واحد واحد. بامكانك تعمل لتسجيلات معينة سيف حفظ عشان ما تنحذف. والتطبيق اللي بعده مهم جدا للاشخاص اللي بيخافوا من الاختراق وخصوص البنات. من خلال التطبيق بامكانك تعمل بلوك للكاميرا على اساس انه اذا كان في حدا مخترق تليفونك ما يقدر انه يفتح الكاميرا. زي ما احنا ملاحظين بعد ما عملنا بلوك للكاميرا، لما تيجي تفتح الكاميرا الكاميرا ما راح تفتح معك الا اذا شلت البلوك عنها. والتطبيق اللي بعده عبارة عن متصفح انترنت خفيف جدا ورائع جدا.
وطبعا هالتطبيق اذا بتبحث عن اي اشي راح يطلع لك اكثر من تاب او اكثر من لسان، لانه انت بحثت مثلا عن شخص اللي هو ذا بريكنج وولف او مستر بين كمثال، راح يطلع لك اياه على اليوتيوب، على تويتر، على الجوجل، على ويكيبيديا، على مش عارف وين، على جميع المنصات اللي موجود فيها الاسم اللي انت بحثت عنه راح يظهروا مرة واحدة. فبالتالي لما تبحث عن اشي هيك انت راح تخفف عن حالك عناء البحث. والتطبيق اللي بعده عبارة عن تطبيق بامكانك من خلاله انك تحرك الصور. طبعا تحريك الصور بيكون بشكل احترافي، بس انا هنا بالفيديو ما عرفت احرك الصورة بصراحة لاني بدي اصور الفيديو وامشي. طبعا هاي صورة قديمة الي، حاولت اني احركها وزي ما انتم شايفين خربتها وخبصت. في عندي صورة ثانية صورتها للقمر الدموي، هيك جربت اصور في تليفوني اشوف راح يجيب ولا لا. وزي ما احنا ملاحظين بامكانك انك تحركها بشكل جميل للصورة، وبعد ما تخلص تحريك الصورة بامكانك انك تعملها سيف وتشاركها مع اصدقائك عشان يشوفوا صورة الجف او الصورة المتحركة اللي انت عملتها من الصور اللي انت بتلتقطها. واخر تطبيق معنا اليوم عبارة عن تطبيق لخلفيات الشاشة، تطبيق رائع جدا، في مجموعة وكوليكشن جميل جدا لشاشات الأموليد على أساس أنه تكون أغلب الصورة باللون الأسود وجزء بسيط منها فقط الملون علشان تحافظ على البطارية، لأنه شاشات الأموليد في اللون الأسود بتكون مطفية البيكسلز والبيكسلز مش شغالة، فبالتالي هيك أنت بتحافظ على بطاريتك لما تحط هاي الصور. وبتمنى انه يكون الفيديو عجبكم اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وافادكم، وياريت انكم تشاركوه مع الناس او اصدقائكم واحبابكم عشان يستفيدوا من هاي التطبيقات اذا كنتوا شايفينهم راح يستفيدوا منهم. لهون بكون وصلت لنهاية الفيديو، زي ما حكيت روابط التحميل بالترتيب موجودة داخل مدونتي ورابط التدوين اسفل الفيديو بالوصف او باول تعليق. شكرا للمشاهدة ولكل الناس اللي وصلت لاخر الفيديو، انتوا على العين والراس، شكرا لكم، يعطيكم العافية. كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.